مظبوطه لانه من الوقت عشان انسان قضيه هنوده. خلاص مش قادر. من لحظه وصوله هو طريح الفراش ونفس الكلام بيعيد ويزيد فيه، نفس المشكل. انا مش قادر احتمل، انا متضجر متضجر. وعلى المتضجر اللي يقول لي تضجر. اتفضل. شايف روى يا علي اويكا، بكره يقوم ويبقى زي الفل. اولا انا ما بحبش علي اويكا دي، انت تعرف يعني ايه ويكا؟ خالص. يبقى ما تقوليش علي اويكا دي تاني. انا عارف انا يعني ايه ويكا. اتفضل. يعني ايه ويكا؟ يعني واد مش مظبوط، غويش يعني. اتفضل. حتى وهو نايم بيسخر مني وبيوبخني. مش ده اللي انقذك من رصاصه البرنس علاء؟ يا ريت كان القدر وقعها في صدري، كان ساعتها انجي هتيجي تزورني انا مش هو. انا متضجر متضجر. ايه اللي بتقوله ده يا ابني؟ انا مش قادر اصدق وداني يا ابني. ما هي الفتيجي بتجيب معاها زياره تكفينا كلنا، ايش بط على حمام على فراخ على وز. لكن يا والدي انا بحبها، بحب انجي يا والدي. حبي ليها حب عذري اقوى من البط والوز وكل الامور الدنيويه دي. اذا ما كانتش القسمة معاها حب بطها، حب وزها، لكن ما تخسرش كل حاجه يا ابني. ده كفايه البيض اللي بتجيبه. ربنا يكملك بعقلك يا ابو علي. اصيله يا ابو علي. هروح اذبح بطتين. احجزي لي الزلموكه. زلموكه ايه يا والدي؟ انا طيور البلد كلها بزغللها ببيضها. ما تعوضنيش عن انجي. كبر لكم كبر لكم كلكم. يا ابني اخوها مش هيسيبك في حالك، لان هو ابن الاكابر وانت ابن الجنيني. ابن الجنيني ابن الجنيني. بس انت بتعايرني يابا عشان انا ابن الجنيني. عايرك؟ عايرك ايه يا ابني اذا كنت انا الجنيني؟ خلاص خلاص يا والدي، اوعى تفتكرني بستعر منك. انت طينك ووسخك شرف على راسي وعلى راسي انا كمان يابا. صحيح ولاد حرام. يا ريس عبد الواحد، يا ريس عبد الواحد. ايوه مين؟ سمو الأميرة. سمو الأميرة؟ نهاركم سعيد. نهارك سعيد مبارك. افتح الباب عشان بفتح. فستان سمو الأميرة. اهلا وسهلا. ايه الأنوار دي؟ اهلا بيكي، نورتي الدار. يا ألف اهلا وسهلا. ايه الأنوار دي؟ انت نورتينا. اتفضلي يا سمو الأميرة، اتفضلي. نهارك سعيد. يا اهلا اهلا، انا مش قادر اصدق عينيا. اتفضلي سعادتك. يا الف اهلا وسهلا، يا الفين مرحبا، يا 3000 خطوه. يا سيدي خلاص يا سيدي، انت بتنزل الباص قوطه خلاص. الليمب افندي، ما تتسوقش الضنين اللي عشته بعد اصابتك بالطلق الناغي في صدرك. لا انا ما الرصاصه ما جاتش في صدري، ما جاتش في الصدر، ده هو ضربني بالبندقيه بعد جاء في صدري، بس هي سمعت في صدري. بقول لك انا كنت. لا كفايه، مش من الضروره انك تتحرك. انا كنت عايز ابوس ايديكي وابوسك واشكرك على اللي انت بتعمليه معايا ده. انت منهك ومحتاج ترتاح. منهك ومحتاج ترتاح. صحيح انا ايه اللي جابني المكان ده؟ مكان معفن ومن الراجل المقاول اللي واقف ده؟ عرفتك على فكره. تعالى عايز اقول لك على حاجه. يعني الراجل اللي واقف ده بشكل الاشكيل ده بيحرض ولاده وبيستغلوكي عشان تجيبوا الوز والبط ويعيش على قفاكم. خلي بالك الحكيم قال كده، الحكيم قال انه محتاج ياكل طيور علشان يبطل خطرفه. مين ده علي؟ ده ابويا يا لم فندم. الجنايني؟ بس ما تقولش جنايني. ايوه يا ابني. الحمد لله على السلامة، ربنا يهديك. بقولك ايه؟ أنا جعان. يا حرام، أنتوا ما بتأكلهوش يا ريس عبد الواحد، ما لكمش حق. مين قال كده؟ عارفة جلالتك الطيور اللي بتبعتيها كلها، الفراخ والبط والوز والحمام، أكلهم كلهم. طب اسألي البيض فين؟ فين البيض؟ على العموم يا لمبة فندي. أيوة. أنا جايبة لك حاجة هتحوز على إعجابك. ايوه ايه يا ترى؟ جايبه لي كندبيط؟ لا. ليبيا؟ لا. امال ايه؟ دي حاجه شهيه خالص. اغني خدام.
الواد ده خدام اصيل. اتفضل يا ليمب افندي. طعميه ده والنبي. جابلي طعميه؟ سنين وانا بسمع عنها، قلت افاجئك. سنين بتسمع عن الطعميه؟ انا سنين بقى مفروض مع الطعميه. ذوق الطعامه. هذوقها. حقيقي عجبتك؟ بخا هجيب لك كمان. هي خفيفه شويه ولا ايه؟ انت تعرفوها اكتر مني. شيء جميل اني قدرت اجلب السعاده لقلبك. هو انت جلبت السعاده لقلبي وبس؟ ده كفايه دي. جلبت الحموضة على جهاز العض كله. ايه ايه ده؟ هتعض في ايدي اهو اهو. شاهد الطعمية تقول لي وز ولا بط ولا فراخ ولا حاجة مني. بقول لك ايه اسمه مش سميرة. أنا في حد قاعد جنبي هنا عايز أعرف مين ده، لأنه تقريبا سمع كل اللي إحنا بنقوله. هي في حد في حاجة عندها؟ ها؟ الأزمة؟ جبت الأزمة. أنا سعيد أوي ومبسوط أوي يعني، عشان أنت نجتيني وشفتيني وبنت جدعة بصراحة. ايه تطلب المرأة غير حب مجرد من كل غاية؟ حب مجرد من كل غاية ازاي؟ على فكرة انت حلوة قوي، ويعني عندنا في المنطقة بتاعتنا بنسمي البنت الحلوة قوي بنسميها مزة. الحقيقة واضح ان الطيش تسلط علينا. البنت دي كانت عبيطة وصغيرة ولا ايه؟ اوهو ليمب افندي، انشي انا مهنك القوى. اجيب لك كونسولتو؟ لا الكلسون حلو بس ضيق شوية عليا. انت لازم تسافر حلوان تغير هوا يومين. مش عارف، انا حاسس كده ناحيتك فيه حنان حنان. انا بعيش ارق عطفة عشتها في حياتي. ايوه بقول لك ايه؟ أخبار أخوك طيبلتس إيه؟ أحب أقولك إنه حائل بيني وبين السعادة، وكل يوم يرجع البيت سكران وريحته تخمر مجوغ عجين لدرجة إنه تهكم عليا بكلامه إمبارح. مش عارف الواد ده كان بياكل الزبالة اللي موجودة في قلب القصر عندكم ولا إيه؟ المهم إن أنت أهنتيه؟ طبعاً أهنته وقلت له يا دون الدون يا اوحش ما يكون. برافو عليك انك مسحت بين الارض يا توني التون دي. خلينا نغير الموضوع الوحش ده. انا حاسه ان مزاجي النهارده منحرف شويه. أيوه. تعال نركب العربيه. من